فضربة انطلقت شوط المباراة الأول التي تعطى الآن لمصلحة المضيء فريق شباب بلوزداد على يمين الشاشة باللباس التقليدي الأحمر والأبيض للحارس البلوزدادي لمصلحة بالخير أو مصلحة بنغيت يحضر الكرة خطيرة ضاعت أول كرة في المباراة ثاني جهة اليمنى قاده بنغيت إلى مزيان وزع مزيان يا بالخير كنت قريبا عبد الرحمن مزيان بجانبه بالخير ثم من قبل المدافع فيها تسلل فعلا نصر شباب بلوزداد ماركوس باكيتا متأخر مرة أخرى والانطلاقة سريعة لمصلحة بوكرما العرضية حاضرة والدفاع الخطة الماضية التوزيعة كانت رائعة بحثا إلى بوراس مباشرة إلى مزيان هذه صعبة وتبدو خطيرة لمصلحة الشباب فرصة وإمكانية وامبا فريق شباب الوزداد حسين بن عيادة التسديدة المباشرة سهلة جدا طبعا حسين بن عيادة وصلته في أحسن الظروف العرضية خطيرة باتجاه وامبا فازت رابطة الأبطال لكن مباريات من هذا النوع دائما صعبة مزيان عبد الرحمن على الجهة اليمنى لكي ينسوا ما حدث في إفريقيا تركز في البطولة الوطنية ضيفة عبد الرحمن مزيان هنا المراوغة كانت رائعة ثم كرة أمامية في ظهر دفاع عناصر نادي بارادو خطيرة ضاعت الكرة الماضية لعناصر شباب الوزداد بنغيت يستعيد الكرة يراوغ بنغيت ثم يحضر إلى عبد الرحمن مزيان التسديدة قوية والحارس في المكان المناسب لا زالت خطيرة العرضية أكرم بوراس سقط من انطلاق على الجهة اليمنى طلب الكرة حسين بن عيادة وصلته حسين على الجهة اليمنى يبحث عن التوزيع بشكل مباشر أمامية باتجاه بوراس الاستقبال بالصدر من بوراس والتغطية من عيد عبد السلام بشكل رائع بنغيت يغير اتجاه اللعب كرة عالية خطيرة ماذا قال حكم المباراة ركلة جزاء طبعا عناصر شباب الوزداد كرة عالية أمامية بحثا عن نوف الخاسف وحميدي هو من وقع في المحظور متأخر طبعا يا حميدي لمصلحة فريق شباب الوزداد في أول سيناريو في المباراة استعد وضيعها يا وامبا تأخر كثيرا ثم نفذ والحارس كان في المكان المناسب في الرحيم مختار الحارس الغائب عن هذه المباراة الحديث عن توفيق موساوي يحاول المرور مزيان مر بشكل رائع مزيان عرضية بحثا عن وامبا رائع جدا دوار في اللقطة الماضية خطيرة لازالت خطيرة تبدو لي عن صراحة الشباب والدفاع يتدخل قاسيس يستعد ثم يقدم الكرة مرة أخرى إلى عادل بولبينا لمسة قصيرة بالكعبة بشكل رائع ثم الانطلاق على جهة اليمنى رضا محمد على جهة اليمنى خطيرة 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 تسديدة الماضية على الجهة اليسرى عرضية باتجاه بالخير بالراس من بالخير بل الكرة رائعة من ياسين تطراوي إلى بولبينا على الجهة اليسرى صعبة الكرة الماضية لمصلح بشكل رائع من تطراوي ثم توزيع كرة بالراس خطيرة عندما تضيع تقبل بمدوما يرفع وبوكرما بالراس على يسار حارس المرمى يمنح التقدم والأسبقية للفرقة طبعا الأكاديمية في هذه المباراة هكذا بدأت القصة بخارج القدم قدم تطراوي وزع بمدوما بوكرما يرتقي لم يتمكن من التحرك في هذه الكرة مع شهور دوان 1-0 المرور من أمام طبعا كاسيس وتمريرة بينية بالخير يستقبل الكرة داخل منطقة الجزاء والتحضير إلى بن عيادة الكرة لم تصل وتتحب في تنفيذها بن عيادة يرفعها خطيرة داخل منطقة الجزاء الكرة الثانية لميرزاق بشكل مباشر مطالبة هنا بركلة جزاء يقول حكم المباراة تلعب داخل منطقة الجزاء لا زال الأخذ والرد أكرم بوراس يحضر لمزيان على الجهة اليسرى نوف الخاسف خسرتها يا نوف خسرتها يا خاسف خطأ هل كان هناك لمسة يد يبحث عن المنفذ ويبحث عن الزميل المتحرر رضا بشكل رائع مع حميدي فرصة وإمكانية وفي اللحظة الأخيرة بن عيادة هذا الموقف حكم المباراة لم يعلن عن مخالفة كانت هناك مطالبة بمخالفة هل هناك تسلل ما فيها تسلل خطيرة يا كاسيس يا كاسيس بن وزداد انفلت هنا كاسيس وحك ركلة جزاء من هذه الوضعية أقول لكاسيس يغطي نوع الماء ربما الحالة سنشاهدها ربما من زاوية أقنية نفذت خطيرة خطيرة يا وامبا
وامبا. ساحة وجدت هنا على الجهة اليسرى خطيرة لوامبا مرة منتصف الميدان إلى ميرزاق حسام الدين، لمسة واحدة قصيرة هنا خطيرة لمصلحة بالخير على الجهة اليسرى، التحضير باتجاه نوف الخاسف، العرضية خطيرة مرة أخرى أيت عبد السلام. أين دي بارادو الأحسن في البطولة إلى غاية الآن؟ التسديدة قوية، لا زالت الإمكانية، هل هناك تسلل؟ هل هناك تسلل؟ يقول حكم المباراة ركلة مرمى. كل المنافذ، كرة أمامية باتجاه وامبا، تغطية بشكل رائع من قبل دوار، لا زالت الكرة الثانية لليونيل وامبا، ليونيل وامبا يبحث عن مساحة للتسديد، لكن الدفاع في المكان المناسب، وصلت إلى بن عيادة مباشرة، توزيعة خطيرة بالراس، ضاعت اليمنى إلى بن عيادة، يحاول حسين بن عيادة إلى ميرزاق، ميرزاق يبحث عن التوزيع، ميرزاق لا زالت خطيرة، هناك مخالفة يقول حكم اليمنى. لمصلحة عناصر نادي بارادو صعبة وخطيرة داخل منطقة الجزاء، والأسرع هنا كان رائع. الحاخر عندما يأتيك من بعيد، بالخير يراوغ، بالخير يوزع، خطيرة بالراس، ضاعت. فريق شباب الوزداد بتوزيعة بالخير من أول لمسة ومن أول كرة. اللاعب عبد الرحمن مزيان الذي يرسل كرة أمامية داخل منطقة الجزاء، خروج لم يكن في المستوى، خطيرة، ضاعت. ضاعت ضاعت، كاد أن يأتي بالتعادل. أديمية يتقدمون في النتيجة، عرضية، عادوا 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 من جديد إلى أجواء المباراة. أحمر العاصمة يعادل النتيجة والأوتار ويلهب الحناجر في المدرجات ويدرك التعادل ويقول لسنا هنا بعد، لم ننتهي بعد، عدنا إلى أجواء المباراة، عاود الحسابات من جديد، هدف مقابل هدف، الباك يتقدم والشباب يعادل الأوتار برأسية قوية من صغيرهم، كيف ارتقى ووجد لنفسه مكانا ليضع الكرة في الشباك. بول بينا بعيد كل البعد، عبد الرحمن مزيان أمامي باتجاه وامبا، بالخير يحاول المرور، لمسة رائعة لخاسف، عرضية بالراس من قبلي، رائعة، يلعب الشباب بحثا عن مزيان في الثانية، تنفذ على مستوى القائمة الثاني، رصية من قبلي كداد، ازداد وحده وحده ارتقى وحده ضرب الكرة، نفذت الكرة داخل منطقة الجزاء، المتابعة تأتي بالراس، حسام الدين ميرزاق يتفوق حسام الدين إلى مختار بالخيطر، صعبة ستكون صعبة هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، متابعة بالراس، انطلاقة صعبة لبولبينا، واحد على واحد، هنا خطيرة، هنا خطيرة، هنا خطيرة، هنا خطيرة، هنا خطيرة، هنا خطيرة من بولبينا، ضاعت، لكن دفاع شباب الوزداد خرج منها سالما، ثم العرضية والبحث عن الهدف الثاني، صعبة وخطيرة داخل منطقة الجزاء، الكرة الثانية والصراع يخرج منها أيضا نادي بارادو بسلام إلى الجهة، زاد على الجهة اليسرى، مشات مع الكرة في الأول ثم مشات معه في الثانية، عرضية خطيرة من يتابع، عبد الرحمن مزيان التحضير باتجاه بوصوف، هنا صعبة وخطيرة الكرة لمصلحة عناصر شباب الوزداد، بوصوف، آه يا بوصوف، لمصلحة عناصر شباب الوزداد، محاولة المرور من قبل المهاجم بوسوار، لم يعلن عن وجود المخالفة حكم المباراة في هذه اللقطة، احتجاجات كانت كبيرة من قبل اللاعبين، يبدو أنه كان فيه تدخل هنا فعلا على بوسوار، واضح اللقطة، سقوط بوسوار، لكن حكم المباراة على الجهة اليمنى، واللحظة مشاهدينا الكرام متابعينا أينما كنتم حيثما تواجدتم، يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي، هدف في كل شبكة بين نادي بارادو وشباب الوزداد.